كان في 5000 شخص ناطرينها تطلع على المسرح، جمهور كبير ناطر يسمع الأغنية. وهي قاعدة بالكواليس ناطرة وعم ترجف. لأول مرة بتطلع على المسرح وبتغني قدام جمهور كبير وتلفزيونات. ما كان في لجنة حكم، بس كان كل البلد قاعد وناطر بده يحكم على أفضل مطربة. فاتت على المسرح وغنت، وصار الجمهور يزقف لها بدون انقطاع، وانبسطت هي بالعلاقة اللي خلقتها مع الناس، بعلاقة حب من أول نظرة. وبعد 8 شهور بتتلقى اتصال وبخبروها انه انتخبت افضل مطربة والشعب كله هو اللي انتخبها. وهيك ابتدى حلمها، ومن بعدها كفت تغني وكل يوم تغني، والليلة رح نستضيفها بعمري. اهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج يا عمري، ضيفتنا الليلة هي الفنانة هويدا. هويدا بليموزين يا عمري، ناطرينها كلنا بالاستديو. هويدا، باخر سي دي لإلك البحر موجود وراكي بكل الصور، شو العلاقه اللي بتربطك بالبحر؟ لاني انا اصلا بنت البحر. بتحسي حالك حوريه شو مره طالعه من البحر؟ يا ريت مثل نسرين هيك. نسرين بتحسيها حوريه طالعه من البحر؟ نسرين حوريه بس مش من البحر طالعه. من وين؟ ليه انت غيران منا يعني؟ لا بالعكس، يعني انت شفت هلا اول بنت تغزل بصبيه، شو انا بالعكس مبسوط. احنا متعودين عليك انت اللي تغازلها. انا عم زيد على انه حوريه بس مش من البحر، يعني حوريه طالعه من الارض، هذا شيء اكثر يعني، ما بعرف. يعني ما زبطت معي كثير هالمره. خليني اسالك، اول ما ابتديتي بلشت تغني الموسيقى اللدقنيه وحضرتك من اللدقيه، شو بتفرق هالموسيقى عن غيرها؟ ما بقى يعني ما كثير انا متعمقه بالموسيقى، بس في موشحات وفي ادوار قديمة كنا نقولها. طبعا هيدي بالمدرسة علمونا عليها، بعدين بلشنا بشي يعني نغني الأغاني اللي كنا نسمعها. بس الأغاني اللي أنا يتميز بال 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 بكلام بيحكي عن، تذكري شي منها؟ سمعينا شوي إذا بتذكر، سمعينا شي. بتذكر شي بتقول يا ما أحلى الفسحة يا عيني عيني على راس البر والقمر نور يا عيني عيني
عالمو عالمو البحر عالمو. هو ده اذا شنهار وعيتي من النوم ولقيتي صوتك صار مثل صوت سيدة ام كلثوم، شو بتعملي؟ اوه يا ريت. بتمنى، بس طبعا ست ام كلثوم هي هرم خالد، يعني مهما نحن حاولنا نجتهد اكيد ما راح نوصل للي هن وصلوا له، بس بنوصل على قدنا، يعني رحم الله امرئ عرف قدر نفسه فوقف عنده، بس بنحاول طبعا نحن نجتهد وبجد اكثر. بس هويدا في احد المعجبين كتب لك: احبك واريدك ان تتزوجي ابني. شرطت الرساله. خزقتيها؟ اي ليه؟ لانه بعتقد هي الطريقه قديمه، يعني ما عاد مجدي، خصوصا معي انا بعد ما وصلت لمرحله، يمكن هيدا الموضوع كان من قبل ممكن، بس بعد ما وصلت لمرحله من العمر، لمرحله انه بلشت انه مش بالشهره بنقول، لانه انا الحمد لله انسانه متواضعه جدا، مش لازم اقول عن نفسي هالحكي. بحب انه انا وقت بدي احب شخص انا اللي بقول له بحبك، ما بستنى عليه يضل سنه سنتين تيقول لي ايه، ما بدي اياه ضل عليه سنتين، بتحبي صح يعني ولا لا الرجال شباب؟ دغري، بتحبي الرجل دغري يهجم يعني يقول لك مثلا انا لا، بحبك حتى لو بدي ما هو اياكي؟ حكي انا بحكي، شو المشكله؟ نحن بالعكس ناس متحضرين متحررين، وصلنا لمرحله انه يا جماعه انه ليه بقى العادات يعني القديمه البالي، انه والله تضل البنت ناطره الشاب لحتى يقول لها ايش، وبستنى 20 سنه عليه ليقول لي خرب في شي بيته، مرة في شي خليه قاعد ببيته لك. في شي مرة انت اعلنت حبك لحدا؟ ليك والله انا على طول بقول، انا على طول السباقة، يعني في مين قال لي، في مين كان يقول، بس يعني يا حرام هو اللي يصبر، يعني اللي استنى علي لحتى انا احس يعني فيك بعدين. بس اذا انا حسيت بشخص بقول له، حتى لو ما هو كان حاسس فيه، هو حر يصطفل، بس انا المهم اللي عندي انا قلته وريح ضميري، يعني بالنهايه خلص انتهى. طب لو ما كنت وصلتي للمغنية اللي انت هلا انت عليها، شو كنت بتمني تعملي بحياتك؟ يعني اكيد الدراسه اللي انا كنت عم بدرسها هي الحقوق، لاني اول شيء انه مهنه جميله، ثاني شيء انه انا قويه، انا شخصيتي قويه كثير، يعني فمثل ما انا بقدر اوقف على المسرح قدام الجمهور، انا قادره اوقف قدام القاضي واخذ حقي، لانه انا فعلا بالحقيقه باخذ حقي، تالت متلت مستحيل، فيا اما بدي اكون فنانه يا هيك يا هيك، ما في مجال. هويدا رح نسمع منك اول اغنيه دللني، تفضلي.
الشمس بتسلي كل رحلة ما تقابلي خبرينا شوي عن ذكرياتك بهالمدينة بطفولتك. شو بدي اتذكر لك، انا كنت شوي شقية كتير يعني. مش تحديدا عن طفولتك ولكن يعني عن المدينة، عن اللاذقية. يعني انا في احكي لك شغلات انه انا متذكرتها، يعني مثلا مرة كان في عرس بجنب البيت، انا كنت صغيرة. فبابا شوي صعب يعني هو من القرية، فشوي أهل القرية بيكونوا شوي صعبين يعني حتى لو نحن خلقنا بمدينة. فأنا مبسوطة يعني على حالي ولابس ثيابي ورحت مع رفقاتي على العرس بجنب البيت، فهو على قد أنا الحمد لله ما صوتي كتير قوي واصل الصوت على البيت يعني، ومن قبل ما كان فيها الميكروفونات والبفلات اللي كانوا يجيبون على الأعراس يعني وبالنهار العرس. رحت غنيت ورجعت، قال لي هلا أنت وين كنتي؟ قلت له هون. قال لي انا عم بسالك وين كنت؟ قلت له كنت بالعرس. قال لي بالعرس دقني قتلي يومتها. بفهم من حديثك انه باللاذقيه البيوت كثير قريبه على بعضها. ايه خصوصا نحن يعني عايشين يعني مثل الحاره يعني مش انه بالمدينه يعني، فالصوت مسموع ولفتره معينه حتى وقت كنت غني بالمدرسه يعني اهلي ما بيعرفوا انا كنت غني. قد ايه بيتك قريب على شط البحر؟ يعني تقريبا شي 10 دقائق بس بالسياره، بس مشي شي ربع ساعه نص ساعه ثلث ساعه. طب كنت عم تقولي انك شقيه من انت وصغيره، بالمدرسه شو كنت تعملي؟ كنت دائما حركه وتغني بالمدرسه او تعملي مشاكل بالصف او كنت تلميذه عاديه؟ كنت هيك وهيك يعني، احيانا كنت انطوائيه جدا واحيانا كنت مشكلجيه. يعني مثلا مره بالصف انا بكره الرياضيات كثير، فما بفهم ولا كلمة من الرياضيات، إذا بدي أحسب بقى واحد اثنين على إيدي بقعد بعدهم. كنت حب الشعر، الشغلات، التاريخ، الجغرافيا، الفلسفة، إنه إيه كنت حبهم، بس لا فيزياء، كيمياء، لا رياضيات. يعني بالعلوم زيرو ماشي. أول شيء، فكان في عنا معلمة كتير صعبة. تمسك العصاية وتورم لنا إيدينا تضربنا. أنا كنت كتير اتضايق، أنا مدللة بالبيت يعني، أنا ما في غيرنا بنتين. فعصبت اخر شيء، قلت له ليكي ما بقى تساليني عن شيء وما بقى تضربيني، ما تطلعيني، خلص انا ماني فهماني شيء. صرت خاف يعني انه بالشتويه نيجي بقى نحمي ايدينا لحتى وقت ناكل القتله ما نحس فيه. يعني كنت كل يوم تحضري حالك للقتله. قلت من شوي انه بيك على فكره كنت بحط راسي ونام يعني احيانا.
كمان قلت من شوي انه بيك ضربك قتله مرتبه، هل كان قاسي كرمك الله. والدك بتربيته معك؟ بابا طبعا مثل ما بتعرف انت بيروح الصبح على الشغل، يعني بيرجع الظهر، يعني من الظهر للعشيه انه بيشوفنا. بابا يعني بابا صعب، بابا يعني هلا ما في اقول لك قاسي لانه تغير يعني، بس في شيء نوع من القسوه. كيف لتغيرت نظرته بالنسبه للفن؟ لكي اول شيء انا في اقول لك اني انا رسبت حالي بالمدرسه كرمال يخليني غني يعني سنتين. قلت له اخر شيء يعني بيعرفني انا ذكيه، وفعلا وقت اخذت البروفيت طلعت الثانيه على المدرسه، وقلت له اذا بدك ما بدك تخليني غني انا ما راح كمل دراستي. قال لي خلص خليك تغني. وهو اللي جاب لي اول عقد عمل لإلي بميريديان اللاذقيه مع الدكتور رامي حداد. قلت له هلا انت ما كنت انا بعدين قلت له انا ماني فاضيه ما بدي اروح. قال لي لك اخذت لك الموعد. قلت له ايه ماني فاضيه ما بدي اروح. ايش معنى وافقت هلا من قبل ضربتني؟ فبعدين صرتي عم تغنج علي انت. ايه لا بس بعدين مشي الحال وقال لي انت ما بتروحي يعني الا ما اذا والدتك راحت معاكي. وفعلا يمكن جنيت على علاقه والدي بوالدتي من خلال هي سفره معي يعني. ما فهمت هي لاول مره بحكيها على كيف جنيتي يعني انه يعني صار في بعد يعني انا طول الوقت مسافره يعني يمكن انا بالخمس ست شهور يشوفوني مره او مرتين، يمكن انا من كم يوم شافوني بس وقت خطبه خيي يعني، فمش كل الاوقات بيشوفوني. يعني ما علي انا بدي ارجع اسالوني ما يعني ما تسال كثير ما بسال كثير خلاص. طيب اوكي موضوع حساس بدي اسال. انا بعرف انه الشعب السوري كثير قوي بالامثال الشعبيه، بدي اطلب منك تعطيني كم مثل شعبي سوري هيك بسرعه اذا بتعرفي امثال. ايه بعرف بس ما هلا يعني انا بالحديث من خلال الحديث بقدر على فكره كثير بحفظ امثال يعني. بس من خلال الحديث بقدر بعطيك اياهم يعني. هلا ما طيب شو رايك انا بلش بدي اقول لنسرين هيك كم مثل انا بعرفهم. ايه انت قل لي من الصبح بدك تقول لك كم كلمه لنسرين الا امثال شعبيه. لا لاثنيناتكم هن. هلا انا انه بعرف شوي بس هي دول ساعدوني ناس فيهم. في مثل بيقول خذ الشاب والرزق على الرب مثلا. عفوا خذ الشاب والرزق على الرب منيح هيدا. اي يعني معقول اخذ ختيار انا مثلا تصورني هي حلوه اخذ ختيار يعني. لا لا رح تاخذي شاب. في مثل بيقول لك انا بضل بقوله على طول اعطيه الخبز للخباز لو اكل نصه انا بقول له كله. طيب هيدا منيح. طيب يلا. طيب انا بدي اقول مثل لإلي كل نسرين. في مثل بيقول لبنان اللي بتطلعهم السمره ما بيكفوها الا كحله وحمره. لا في شيء بيقول لك الله يرحم علبة مكي لولاها كانت الحالة بتبكي. شوفنا كيف صايرين. كمان بعطي مثل قال ما تعيطي لبنتك يا فارة بتعيط لكل الحارة. ليش في شيء بيقول لك خنفسة شافت بنتها على الحيطة قالت يا لهوي دي ولية دي حورية متعلقة في خيطة أو لولية متعلقة في خيطة. نسرين ما بتعرفي شي مثل انت؟ يعني انا اذا بعرف شي مثل نسيتوني من الدنيا. عجد ولا واحد مشي؟ بعد في واحد بيقول قال اللي بتشيل من جيبتها وبتحط على قامتها شو بتعمل جارتها؟ هيدا شو معناته بس؟ هيدا معناته انه الجيران بيغيروا من بعضهم، اذا وحده دفعت حالها وظبطت حالها جارتها بدها تغير. انا بقول لك اصرف ما في الجيب ياتيك ما في الغيب. اوكي خلصنا بقى. بعد في عندك شيء نسرين بدك تساليه عن شيء مثل ولا ليه انت خليت لها شيء تسال عليه لك يا عم؟ قصرت عم تدافع عنها هلا انت ايه؟ كمان ايه؟ هي اول شيء كانت زعلانه بس هلا رضت اكيد. خلينا نشوف سوا هلا شريط عن اهم اعمالك.
هويدا مين سماكي هويدا؟ امي. وليش بسموكي ام المهرجانات؟ الحمد لله انا عندي مهرجانات كثيره، يعني نطلع من مهرجان ندخل بمهرجان، يعني كل سنه عندي كميه منيحه. ومين سماكي ام المهرجانات؟ مش امك اكيد هالمره. لا اكيد مش امي، ولي يعني ولي الصحافه. يعني انا ما بتذكر، انا من النوع اللي بنسى كثير، بس كتر خيره اللي سماني هيك يعني. طب كيف كانت نطره هالثمان اشهر لما بسنه 96 لما نطرتي لسلموكي جائزه مهرجان بسوريا؟ طبعا اعصابك كانت؟ يمكن الاستاذ ايمن بيتذكر الموضوع تماما لانه هو كان موجود، انا لسه ما كنت بعرفه. في مهرجان بسوريا، مهرجان الأغنية السورية بحلب، وحلب طبعا يعني مدينة يعني بتخوف، يعني الناس يعني بيسمعوا طرب فبتخوف. فأنا قدمت أغنية وطلعت على المسرح، أنا كان قصدي شيء، فطلعت بلوك لأول مرة الجمهور السوري بيشوف. يعني نحن بنفتقد، يمكن عنا أصوات حلوة بس بنفتقد للجرأة، بنفتقد للي بيغامروا، لأنه مبادرة يعني. إيه وفي مغامرة يعني بالنص، عن جد مغامرة. طلعت وغنيت، يعني أنا وقت اللي نزلت بوسني الأستاذ زريد لحام وقال لي يعني جميل جدا اللي أنت عملتي وبرافو عليك وكذا. في كتير ناس فكروني لبنانية أول شيء، إنه لبنانية، قالوا له لا سورية، يعني لأني يمكن طلعت بشيء قريب من الستايل أو اللوك اللبناني. بعد 6 شهور، يعني نحن ما اخذنا الجائزه فورا، بعد 6 شهور اخذت الجائزه ورشحني وزير الاعلام السابق الدكتور محمد سلمان اني انا مثل بلدي بمهرجان الاغنيه العربيه في دار الاوبرا في القاهره باغنيه مندم عليك، لانه هي تعتبر من التراث السوري. وفعلا سافرت وعملنا البروفات وغنيت بالمهرجان، فهيدا كان يمكن انطلاقه يمكن كثير كبيره، وما صارت لاي مطربه يعني بسوريا بهالسرعه هيدي. يعني هلا المهرجانات اللي بنشوفها هلا فورا بشيلوا لك الهديه، بيطلعوك فورا انه كسبان. يعني طب ما معقوله، يعني في ناس بتكون تعبانه واغنيتها، ليه انتوا ما بتعطوا الجائزه للاغنيه المسموعه مثلا، الاغنيه الناجحه؟ ف يعني كان هيدا، يعني بعتبر انا بعتز بهالمهرجان لانه انا اخذت جائزه بستحق. باكثر من مقال بيقولوا انه جمهورك بخاف انك تضيعي هويتك السوريه لانك بتغني بعده لهجات، هل انت وقت اللي بتختاري الكلمات واللهجه تنتبهي على هالموضوع او ما بتفرق معك؟ حقول لك شغله، انا فنانه، يعني اول شيء انا من حقي، انا بشريتي الجديد دلني، انا مغنيه لبناني. هل معنى انا اذا غنيت لبناني فانا ضيعت هويتي السوريه؟ انا بعتز بهويتي السوريه، وبعتز اني انا سوريه، وبعتز اني انا كمان لبنانيه لاني انا عربيه بالاصل. يعني ما بعتقد اذا انا غنيت بلهجه ثانيه اني انا ابتعد عن هويتي السوريه، لانه انا جمهوري حبني بلهجه معينه وانا لساني محافظه عليها. بس انا كمان يتركوا لي مجال، يعني انا جرب نفسي. من انا وقت بلشت غني، طب انا كنت غني مصري، فهل معنى انه هذا الشيء ما بعرف غني مصري؟ ما نحن كسوريين مشرق، يعني كسوريين ولبنانيين نحن بنقدر نغني لبناني وسوري ومصري. انا بغني تونسي وبغني ليبي، طيب شو وين المشكله اذا انا غنيت بلهجه ثانيه وبطريقتي انا، انه انا ادخل بطريقتي انا؟ هيدا هل هيدا عيب؟ ما انه عيب، بالعكس بالعكس. اي او خليجي، يعني بالعكس انا عم حاول اتقرب من هالناس، هيدا لانه الجمهور من الناس اني انا اكون قريبه منهم، يعني مو غلط اني انا اكون قريبه منهم. اتركوني اجرب، نجحت ما نجحت بكون في شيء انا عملته وبرجع على لوني. بدي اسالك، شو اكثر شيء صدميك وقت صورتي فيديو كليب بالمانيا؟ هيدي قصة انت مخبرتيها، شو اكثر شيء صدميك وقت صورتي فيديو كليب بالمانيا؟ صار معك نهفة؟ صار معي اكثر من شغلة. خبريهم كلهم. صار معك انه المخرج صار يعيط ويصرخ على شيء معين صار؟ مش احنا بدنا نخبر الجمهور.
في كنت في مشهد بالكليب بيدللني انه انا بدي اغير شخصيات، وانت طبعا هيك بيعملوها بخدعه سينمائيه، وكل الكليب انا عم بركض، فشوي شايفيني نحفاني هاليومين يا جماعه يعني من ركض. فانا عم بركض لازم اكون شو فاتحه ايدي وعم بركض، وانا راكده ما وقفت عم برتاح. شو اشتغل المخرج قال لها قال لك يا ام بسام شو عم تعملي عندك، يا ام بسام لك شو عم تسوي عندك، لك يا حبيبتي بعد على الكاميرا بعد ام بسام امك يعني. امي لبعد ما اخذ اللقطه كلياتها طلعت امي طلعت فيه لك قلت له معقوله انت شو عم تعملي؟ قالت لي عم اتفرج عليك كيف عم تصوري. قلت لها شو ما شايفتي انا بنتك بحياتك قاعده اتفرج عليها. شفتي هذا اللي بياخذ امه وما يروح هيك بصير شيء. شايف ورجعوا ركدوني مره ثانيه. لا في اكثر من شغله يعني، وانا ضربت المخرج مثلا فيك تقولي ضربت خلينا ايه مخرج جنسيته لبناني استاذ سعيد الماروق. يا حرام انا بيحكي معي على التليفون فكرته هيك طويل وهي وهيبه يعني مثل مياده له هيبه كبيره يعني. فقلت انه وقت استقبلني ما طلعت قلت له انا ما بعرف هيك امتى كشيت. طيب بدنا نكفي الحديث شوي عن امك. بنعرف انه ضربت مساعد المخرج كمان خبطته قتله مرتبه يعني انه فشيت خلقك. طيب كيف ضربتيه هيك؟ وبعد ما انتهت بالفيديو كليب العربيه الحديد انا وراح على المطار نزلت علي فانتقموا مني هن. كوارث. طب ما صدم شيء الناس هنيك بالمانيا انه شو بيعملوا؟ ايه في سكوت لا بدي احكي انا بدي احكي. ليه بدك تسكتيني؟ بدي احكي باللهجه السوريه هلا انا. اسكت بدي اقول لك شغله سيئه. لا بس هاخذ نفسي. في لقطه كنت في بغنيه وينك حبيبي انه لازم انزل على الدق هيك مثل هي انا لا ناطع كعب هيك بدي بقى حدا بس امسك فيه. قلت له للاستاذ سعيد الله يخليك تمسك بايدي بس نزلني. طلعت شفت واحد وواحد عم يبوسوا بعض قلت له الله يخليك خذ لي هالمشهد هذا بدي اياه. بدي ارجع شوي احكي عن امك. بنعرف انه انت وصغيره. عم نحكي على اثنين اللي انا شفتهم. لما كنت صغيره كانت امك تخيط لك اشياء تياب لك، بعدك لهلا بتاخذي رايها بالتياب او بتخليها تخيط لك اشياء كمان؟ يعني هلا لا حرام عليك كبرنا شوي، لا باخذ رايها واحيانا هي بتجيب لي بتشتري لي، احيانا بتخانق انا وياها ليش جبتي لي هالقطعه بعدين بقتنع فيها. وقت كنت صغيره ما رح اقول لك سكوت. وانا ما رح اسمع منك لو قلتي لي اصلا. بعرفك انت طيب لانه سامحتك. فماما احيانا مثلا ثيابي الصيفيه وثيابي الشتويه يعني بتسفرن، عرفت كيف؟ فانا كان تبقى يعني سفر ثيابي من غير ما تقول لي، وانا اعرف انه ثيابي شوفهم لابسينهم امسكها للبنت اللي بتيجي لعنا مثلا امسكها الا لك ما هذا الفستان لإلي امتى اخذتي؟ طلعت تقول لي امي ولك خلص فضحتيها البنت لو انت انت اعطيتيها اياه. بسيطه بسيطه جيب مثلا مره بدها عفصلت لوحده مثل فستاني مسكت المقص قصيته كلياته خربته قلت لها مشان ما بقى تحفظي الموديل وما بقى تفصلي لحدا هلا صرت انا بعطي. بتغاري انت؟ ايه كثير طبعا. باي نوع من الغيره مثلا بتغاري على يعني انا ذيك اليوم رحت اشتريت الطقم قلت له لسم للعم بيبي قلت له اسمع اذا بشوفك جبت طقم ثاني مثله بدي ارجع لك اياه بعد ما بلبسه. طيب وهل بتدفعي له حقه دوبل؟ لا ليه؟ لا ما بدك تخليه يبيع من حدا ثاني. ما لازم هلا انت بتحبي حدا يلبس مثل فستانك؟ انا ما عندي مانع اذا لبق له اكيد بنبسط. بس اصلا نسرين ما حدا راح يلبس مثله. فكره معي. لا ما حدا بيسترجي بعد نسرين يلبس هذا الفستان. ليه؟ ليه بالعكس؟ انه لا بس شوفوه عن السنين يعني خلص عميم ما يلبس راح يطلع انه ما هي قالت ما عندها معنى هلا شو مشكلتك انت يا عم اطلع من الدق انت تركنا عم نتفاهم انا وياه. لاحظنا انه امك كثير بتحيطك بتهتم فيكي وبتضلها معك كل الاوقات، شو سلبيات وشو ايجابيات هالاشياء؟ عم اقول لك وجع قلب. غير انه بتخبط بتطلع بالكادر وما بعرف شو. ليك حقول لك شغله هلا انا يعني هيدي امي بالنهايه امي اكيد بحبها كثير. احنا ما سالنا عن المحبه ما في شك انك بتحبي ما انا جايتك بالسلبيات.
تعرفنا عليها من شوي كمان لأمك. يعني في أمور كتيرة، مثلا هلا أنا مثلا قبل ما أجي على الحلقة بحاجة لهدوء، بحاجة لمين يراعيني، مين يفهمني، ما يحاول يعصبني. أحيانا هي مثلا بتقلي اعملي الجاكيت هيك، سوي البلوزة هيك، شعراتك عمليون هيك، المكياج ما بعرف شو، البلوزة، البنطلون، ليش ما اهتميتي بفلان؟ ليه معك؟ يعني أنا كمان راسي يا جماعة، إنه أنا إنسانة راسي ما بيتحمل، يعني قلت ما يعني في مواضيع ما بقى بقدر أتحمل، خلص بعصب. قلتي مرة إنه حققتي تقريبا 30% من أحلامك، شو قصة ال 70% الباقيين؟ يعني لسه ما وصلت للشهرة اللي أنا بدي إياها. يعني أكيد الفنان بيشتغل بحياته إنه يعمل أغاني، يجتهد على نفسه، بس بعتقد أنا لسه ما عملت شيء، لأنه بس حس حالي وصلت يعني معنى أنا بدي أصير كسولة وأتراجع. هل حضرتك راضية عن الصورة اللي بتظهري فيها على التلفزيون؟ يعني فيني أقول لك 70% أحيانا. إيه، شو بتحبي بعد تغيري بحالك؟ ما بقى أغير لون شعراتي، بس ما عم يزبط اللون الأحمر كتير، عم يروح بالمي. طب لو عملتي محامية عن الفنانين أو لا 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 يا بدي اسالك عمي، شغله لا انا بس ولا ليك ليك، ما خرج يعني اقول لك ما خرج، لانه الفنانين نحن ببلدنا، يعني انه نحن بنقول ببلدنا، نحن وطن واحد، يعني بنقول بلد واحد، يعني فنحن ما خرج، نحن كل واحد بيكره الثاني وكل واحد ما بيحب الثاني، وهيدا اللي بيضرب بهيدا وهيدا، ما بقى في منافسه شريفه بالنص. انا بدي احكي ضميري، بس ما هيدي الحياه كل الناس. لا ليه ما برا ليه بتشوفوا مجتمعين مع بعض وبيحبوا بعض وبينبسطوا مع بعض وبيروحوا قدام التلفزيون، نحن عنا بس نشوف واحد ليك ليك شو عامل بحاله، خرب بيته على الشريط. على كل حال هيدي مش بس الفنانين، هيدي طبع الشعب الموجود. طيب شو بدي اعمل انا؟ ما فيك تغيري. انا ليكي والله العظيم مش لاني انا، يعني انا اللي كويس بقول عنه كويس، انا حتى عن نفسي اذا كنت انا مش كويس بقول عن حالي مش كويس. شو المش كويس فيك؟ شو المش كويس فيك غير انك تضرب الناس اللي حواليك؟ يعني هلا انا مثلا مره عملت فيديو كليب، عملت شريط اول شريط اغراب، في كم اغنيه انا ما كانوا عاجبيني ومش راضي يعني عنهم لحد هلا، مش راضي يعني عنهم. هاي بشهاده طفل بريء. طب رح نتوقف هلا لحظات مع الاعلان وبنرجع بنكفي معك بعمري. يا عمري بعد متابع معكم مع ضيفتنا الليله الفنانه هويدا. هويدا خبرتنا الليله اخبار، ثلاث اخبار مزبوطين صايرين معها بالحياه، مثل ما بنعرف هي عندها اخبار غريبه عجيبه بتصير معها وهي شقيه كثير. بقى نحن برنامج يا عمري زاد عليهم الاخبار اشياء ثانيه مش مزبوطين. الليله رح نستضيف ثلاثه من الشباب الموجودين معنا، رح نشوف قديش بيعرفوا عن حياه هويدا وقد ايه رح يكتشفوا الحقيقه من الغلط. اوكي، بنستضيف ليالي محمود، بول ابانيون، نادين الحمصي. تفضلوا. بول بالنص. مساء الخير، كلكم في ميكرو حتكون، وكلكم قربوا الميكرو عتمكم فنسمعكم. بتحبي تساليهم شيء؟ ايه اوكي. لا لا، قبل ما بلش بالاخبار، بتحبي تساليهم شيء لتتعرفي عليهم؟ عم نعطيك الدور لإلك. منين جايين؟ شو منين بيعرفوك؟ كيف بيحبوك؟ شو الغنية؟ لا هيك بدي اسالهم بشرفك. معقولة انت؟ طيب فرجينا شو معقول تساليهم؟ ايه. اسم حضرتك؟ ليالي محمود. وحضرتك؟ بول ابانيان. نادين الحمصي. انا ما راح اقول لكم انه انتم جايين لانكم بتحبوا هويدا، بس اكيد الفيوتشر يعني كتر خيرهم. لو ما هن بيحبوني اكيد ما جابوني واجيتوا انتم. يعني عم تتهمين ما بيحبوك يا الجماعة؟ هلا تفتكر انه هن عم بيكذبوا يعني جايين ما بيحبوك بس جايين؟ لا يا عمي لا اكيد. ردوا عليه، ردوا عليه. انا بدي ارد عليك انت، نقطة الضعف. ردوا عليه، الجمهور بيرد عليك، انا ما ردوا علي. تفضلوا. اكيد بنحبك. مش بس الجمهور، كلهم بيقولوا. ما فيكم تحكوا بلا الميكرو صبايا لانه ما بيطلع صوتكم. طيب بول شو بتعمل؟ انا بشتغل وبتعلم بالمعهد كونسرفاتوار. نادين انت شو بتشتغلي؟ عم تسالي. انا نادين. ايه خلصت جامعه ليسانس اعلام وهلا بدي اقرا بسيكولوجي. انت عامله اعلام، يعني فيك تساليها كم سؤال من عندك؟ ايه اساليها، ما بيخطر على بالك تساليها ولا شيء؟
ما لازم تستحي من الكاميرا ولو نادين، ما انت عم تدرسي اعلام يمكن تصيري بكره أيه. مذيعة. بدي اسالها شو بيأثروا عليها الصحفية وقت تكون مثلا انه عاملة حفلة انه بتشوفهم كثير راكدين عليها ام شيء، انه هل شيء بأثر على نفسيتها؟ بتخاف كثير؟ ليك مثل امريكا يعني كلهم ايه انه هاجبين في الدفعة او وقت المصيبة انا خاف ايه ما يتحشروا بالامور الشخصية او وقت الاوقات يتحشروا بالامور الشخصية قديش بتضايقوا. انا صارت معي طحشة مرة بس مو صحفيين. شو كانوا شو كانوا خبرينا عنا. هويدا مين طحش عليك؟ والله العظيم قعدت الكلاد وكنا بالباخرة طالعين مسافرة، ويومت اول مرة رحت بالباخرة وخلص ما عاد بعيدة، قعدت كل الليل والله يا نادين بس وقع انكسروا ايدي. شو مين طحش عليكي؟ ما عرفنا شو العالم يعني. توقعات كله بس يعني. سألتك اذا حدا دخل أنا. اذا حدا دخل بحياتك الشخصية كيف تتصرفي؟ يعني بشوف هل هو رأيه مزبوط، يعني انه تدخل بحياتي على اي اساس؟ يعني ممكن يكون شخص قريب مني او صديق مني او صديق لإلي سوري. حسب ما هو اذا معجب، اذا شخص ما بتعرفي تدخل بحياتك الشخصية شو بيكون ردك؟ ما بعتقد اني انا اذا معجب ممكن يتدخل بامور الفنية، بس بحياتي الشخصية ما بعتقد انه هو له علاقة يتدخل فيها. يعني ما بتريده يعني ما انه ليك حقلك يعني انا خليني اقول لك 60% مش ملك نفسي، يعني انا ملك الناس لانه خلص انا صرت تحت الاضواء يعني تحت المجهر، فانا ملكهم هن، ففي امور هن من حقهم يعرفوها، في من امور من حقي انا احتفظ فيها. طيب خلينا نشوف هالاخبار المنا صحيحه والمنا نحن زايدينها اذا الجمهور رح يعرفوا. طيب مره كنت مسافره وتعطلت في الطياره، كنت مسافره على ليبيا، تعطلت مرتين واحنا طايرين بالجو. تاني شيء انا كثير بحب اكل خس، خصوصا وقت بدي افطر بشرب قهوه كثير قد ما بتتصوروا. قبل كل حفلة أنا بعملها، لو تعرفوا قديش بركض، قد ما بركض بالفيديو كليب بركض كتير، شي ربع ساعة على أساس إني عم بفتح صوتي إنه هيك عم جهز حالي مشان أشوف استقبال الناس. هلا مثل ما شفتوني راكبة بالليموزين كنت قاعدة عم بركض كمان، كنت راكبة شو بالليموزين كنت عم بركض. شو رأيك بول؟ التالتة لا، لأنه إذا طلعت على المسرح رح تقلب إذا ركضت ربع ساعة. إذا ركضت كتير طيب أيها بدنا تقلنا أيها مضبوطة. تاكل خس، تاكل خس وبتشرب قهوة. أنا بحب الخس. على فكرة أنا بيي كمان زارع خس يعني. ليالي؟ أنا كمان بعتقد تاني. بتاكل خس وبتشرب قهوة؟ في نائب إهتمام أكيد نائب بدك إياه. أوكي تاني كمان. شو الخبرية الصحيحة؟ لا الخبرية الصحيحة إني أنا ما بشرب قهوة أبدا، منبهات أنا من غير شي عصبية، ما غير شي تطلع. لا ما بشرب قهوة، باكل خس بس مع التبولة، لو بتعرفوا قديش بهلكم بالأوتيلات. تبولة علمتونا اللبنانية ناكل تبولة. فلا تعطلت الطيارة ونحن بالجو، كنا بليبيا، طلعنا من طرابلس على بنغازي ونحن طالعين. يمكن الأستاذ أيمن والشباب بيتذكروا الحادثة تماما، وقعدنا شي 15 يوم شباب صح ولا لا؟ وأنا نايمة ماني حاسة، تقول له أمي للأستاذ أيمن ما تفيقها خليها نايمة، أنا كتير بالعادة بنام يعني بالطيارة باخد راحتي. فكنا الحمد لله منيح وصلنا على سوريا بخير، كنا متنا يعني. لكن ما حدا حذر منهم؟ لا. اوكي خلينا نسمع تاني احتمالات. انا لما بروح على البحر على طول بقعد يعني مثل كل الاولاد، انا لساني ولد على فكره، ما صرت صبيه شباب، عمري مو كبير كمان. فبعمل مثل الاولاد هيك قصر من الرمل وعلى الشط عنا، بحلم حالي انه انا مثل نسرين ملكي هيك، حورية وأميرة ما بعرف شو، أي وروميو وجولييت وواحد على الفرس. بحياته ما رح يجي لا بالسيارة ولا بالفرس. في مرة إنه أنا على فكرة كتير بحب السمك، أكلت 3 سمكات على الفطور والغدا والعشاء لما كنا بباريس. يعني ما كنت أطبخ، أنا ما بحب الطبخ نوم. يعني بتعرفوا ليش اكلت السمكات؟ انا كنت مشتاقه للناديه على اساس ما في سمك بباريس. مره بالطياره كنت تعبانه كثير، ضليت نايمه شيء لمده ساعتين بس كنت عم بحكي مع حالي، كنت عم تهلس. الله يعينه للي كان قاعد جنبي. ليالي يحلمها. اي احتمال بتتوقعي يكون صحيح؟ الاحتمال الاخير
احتمال الاخير انه كانت قاعده نايمه بالطياره وعم تحكي مع حالها. بول يلا يا بول لا تطلع فيي، انا ما لي على ما حشرني. اول وحده، اول احتمال انه وحده تبعت الرمل تبعت نسرين. طيب وانا ثاني احتمال تبع السمك. السمك شو الخبيث؟ ليك السمكة سمك، اوكي بحب السمك بس انا ما عم لاقي مجال روح على البحر كمان. بس انا نمت بالطيارة يومتها لانه انا كنت جاية من ابو ظبي على الشام، ومن الشام طلعت على حلب. كان عندنا مهرجان كبير بحلب، كنت انا وست ميادة الحناوي. فوقت اللي رجعت كمان رجعت بالسيارة 5-6 ساعات وطيران 5 ساعات، فكنت على الاخير. فانا نايمة نمت عن جد غفيت وقاعدة كل الوقت عم بحكي مع حالي. بعد فقت هيك عم يفيقوني لحتى اكل، فاللي بجنبي مصري يعني ما عاد بتذكر شو اسمه، قلت له استاذ الله يخليك بدي اسالك، هلا انا كنت عم بحكي شيء بنامي؟ قال لي ما هلكتيني كل القعده. خلينا نسمع اخر 3 احتمالات. اختي الاكبر مني انا اجيت لعبه إلها، فمره قد ما عصبت مني ومن خيي مسكت المقلايه تقلايه، ما بعرف شو بسموها انتم تقلايه مقلايه مقليه ايه، وكلها بيض ولحمه، وعصبت مني اجت لتلحق اخوي تضربه ما لحقته، لحقتني انا قامت حطتها كلها براسي. وانا من النوع اللي بحب اقرا شعر واكتب خواطر، فمره كتبت شعر اشعار الحب لما كنت يعني بحب ابن الجيران وهي بتذكره، بعته لريتشارد جير. انا بموت سكته بموت هالشيء، بعت هدول طرع لي فيه مو اضافي على اساس انه انا فنانه واضافي لازم يبينوا هاي، فبكره جلي صحون لانه بكسرهم كلهم على اساس انه انا بجلي بالمطبخ بفوت على المطبخ بجلي، ما عندنا جلايه بالبيت لعنا. طيب نادين ثالث احتمال. ثالث احتمال ما بتحب تخاف على ضفيره ما بتجلي اكيد انا كمان لانه فنانه ما عندها وقت حتى تجلي اصلا. انا بقول الثاني. ثاني احتمال. تاني احتمال شو كان؟ لكي انا بحب ريتشارد جير يعني انا بتمنى ودي اتجوز واحد اتجوز واحد من ريتشارد جير. طيب خبرينا بيته على هالحلاوه لين. خبرينا الخبريه الصحيحه. جلي صحون ما بجلي، هذه هي الخبريه الصحيحه؟ لا بدنا خبريه صحيحه انه انا اختي ضربتني وحطت التقلايه براسي كلها بيض ولحمه. كانت سخنة التقلية، كانت سخنة التقلية، وقعدت 40 يوم يا جماعة بالمستشفى والله العظيم نزلوا الوزي من ورا التقلية. هي شالت الوزة وتركت لي الوزي. طيب هلا بديك تنقي الرابح وتعطي له هدية وتخبرينا شو هي الهدية. مين اللي جاوب الأجوبة أكثر أجوبة صح؟ على كل حال انت فيك تنقي مين ما بدك انه يربح، لانه دائما بنقول انه الفنان بحق له يلي ما بحق له غيره. طيب في نادين هي اللي قالت اول جواب صح، انا نمت بالطياره لمده ساعتين. ففي انا هديه ليكي والله انا كثير بعتز فيها، لان انا اشتريتها اول ما بلشت اشتغل، هي من الميريديان اللاذقيه، فانا بهديك اياها. وباولا باول يعني شو بدي اهديك بول؟ انه انا ما بعرف شو بدي اهديك، فبدكم تتزبطوا مع بعض. في حلق انا حاهديه لدموازيل، انا لبسته بفيديو كليب بالدمعه اللي صورها الاستاذ باسم كريستو في الحلق. وفي هيدون انا لبستهم بفيديو كليب وينك حبيبي، ونفس اللي كنت حاطته بالاعلان تبع شريط دللني، فانا بهديك تهديه لاختك او لحدا. يعني ما فللتي حدا زعلان، رضيت الكل. لا اكيد. ليالي بول ونادين بنشكركم على وجودكم معنا، ورح نسمع منك هلا اغنيه اللي انكوى.
حبيبي يمسح دمع العين. شربل وأنا رح نعطيك 7 كلمات وبديك تجاوبي بأول فكرة أو صورة بتخطر على بالك. حاضرة؟ يلا أوكي. جدايل. يعني بتذكر وقت كنت صغيرة كان شعري طويل وكانت أختي تعمل لي جدولي هون جدولي هون، فلما كنت أمشي بالشارع يقولوا لي شعراتك حلوين أمسك خبيهم بالفستان، يعني ضل عمدون هلا ما بقى في شيء. البتنجان المحشي. مطبخ طبخ هويدا. ليلى والذئب. يعني أساس وقت كنا نسمع وقت كنا صغار. ويتني هيوستن. الله، يعني أنا عاشقة لويتني هيوستن. يعني أنا إذا بقول لك أنا بعشق صوتها، بحب صوتها. يعني أنا إذا في يوم من الأيام أنا ممكن أعمل دراسة فبعمل دراسة عن صوتها، قد ما بحب صوتها. تعجبني طريقة أدائها. الرياضيات. قتلة العصاية. شادي. خيي هو فينك تقول، يعني احنا منا توم، يعني احنا في سنة فرق بيني وبين خيي شادي، بس هو الجزء الثاني اللي هو طبعا مدير اعمالي واللي هو بيشتغل لي شغلي، وهو يعني هو حياتي وانا حياته، حتى لو احيانا كثير بنتزاعل مع بعض بس لا هو فيه يتركني ولا انا فيني اتركه. يا عمري. نسرين وشربل. رح نستقبل هلا ضيف الشرف الاول بحلقتنا الليله الفنان خالد سليم. خالد اهلا وسهلا فيك بيا عمري. اهلا وسهلا بيكم. عمرك 25 سنه، معلش اذا قلنا. لا طبعا.
واختاروك كمطرب اول لجامعه القاهره بال 97 98 و99 ومطرب اول شباب جامعات مصر العربيه وكافضل صوت صاعد بقناه النيل للمنوعات لسنه 2001. في شيء بعد لازم نزيده؟ ممكن نقول ان انا شاركت في حفله مس ايجيبت اللي اتعملت مؤخرا. رح نحكي عنها بعد شوي. يعني دي من الحاجات اللي حصلت يعني بعد ده. خلت كل هالشيء بجانب دراستك؟ ممكن تقولي عملت ميوت للدراسه شويه وبعدين كملت يعني دخلت في المزيكا اكتر يعني. طيب امتى لحقت تعمل كل هالاشياء؟ تاخذ كل هالالقاب هالسنين كلها انت والجامعه كنت بخلي ناس هم اللي يغنوا بدالي. لا يعني هو كان فتره 8 شهور بعد ما نزل الشريط حصل الحاجات اللي هي اللي انت قلت عليها اللي هو الحمد لله احسن مطرب لعام 2000. اللي قبل كده كان ضمن وجودي في الجامعه لان كنت ما بغنيش غير في الجامعه بس في المسابقات والحفلات اللي كانت بتقام في الجامعه. طب كيف تعرفتوا على بعضكم انت وهويدا؟ كنتوا معجبين ببعضكم فنيا؟ كثير. شخصيا؟ في سكوت. هويدا سكتت مع انه باول الحلقه قالت انا ضارب بقول بكل صراحه. ليك قلت لك انا بيلفت نظر الشاب الحلاوه الانيق و بس ما تقولي لي ولا مره قلتي له انه شاب انيق وحلاوه. لا ما هو انيق قلتي له؟ قلت لك ما انت عم بتقولي دغري حسب ما قلت اول شيء. لا انا كثير معجبه فيه يعني انا معجبه فيه ومعجبه بصوته ومعجبه بادائه. اوكي وما عندي شيء خبيه لانه هو بيعرف خلاص. خلص بزياده. في ندفة خجل بالموقف يعني ما في شيء نزيده عن يعني بس انه على الموضوع. طيب خالد ما سمعنا منك شيء. لسه كنت اقول دلوقتي بس مستنيكم تخلصوا يعني العصر اللي بتعصروا. طبعا سمعت طبعا الفنانه هويدا سمعت لها الشرايط اللي نزلت الاغاني بتاعتها الفيديو كليبس شفتها في كذا مقابله في قنوات كتيره طبعا معجب فيها بصوتها بطريقتها ببساطتها عفويتها جدا كمان. جدا ده اللي عجبني فيها قوي يعني معظم الفنانين والفنانات ممكن شوي يعني مش كلهم طبعا يعني في ناس كتير قوي لما بيوقفوا قدام الكاميرا بيبقوا ناس تانية خالص ورا الكاميرا تلاقيهم ناس كومبليتلي ديفرنت يعني صحيح. فاللي عجبني فيها ان لا لما قابلتها حسيت انه لا هي نفسها اللي انا شفتها يعني ما انصدمتش. قديش صار لكم تعرفوا بعضكم؟ يعني فتره قريبه شوي. عندكم اصدقاء مشتركين بمصر؟ اي طبعا في الموزع عادل عايش في الاستاذ عادل عايش في الاستاذ امام عمر طبعا استاذ امام عمر. هل غير العمل بيجمعكم شيء ثاني؟ يعني بتحبوا تسهروا سوا تعملوا مشاريع ترفيهيه سوا؟ يعني يمكن نحن ما صدفت انه كثير رحنا او اجينا بس بعد اليوم ما نخلص الحلقه ان شاء الله بنروح المسار بس تعود لازم خالد بدي هلا ارجع اسالك عن مس ايجيبت شو حسيت انت عم بتغني بين هالبنات كلهم الحلوين؟ والله صرت تغني احسن يعني ولا؟ والله غنيت ادوني دفعه طبعا يعني خاصه هم قبل ما اطلع على الستيج كنت شويه كده متوتر لان كان مسرح كبير قوي ضخم قوي الناس اللي قاعده ناس متذوقه جدا للجمال وللفن ولل يعني مش فئه معينه اللي كانت موجوده بتتفرج عليها ومتاكد تماما ان برضو في ناس كتيره وهتبقى فاهمه كل الخطوات اللي بتحصل وكل العروض اللي كانت بتحصل فكنت قلقان جدا لان هيبقى في ناس كتير قوي هتبقى موجوده بتتفرج عليا فقبل ما اخش في لقيت الحمد لله يعني كذا واحده طيبه خاطر يعني. هو اذا كنت موجوده شيء بالانتخاب انا لا كنت بتونس كان عندي دعوه من وزاره الاعلام التلفزيون التونسي لثاني مره بزور تونس وللاسف لا هو قدر يحضرني ولا انا قدرت احضره بس انا موجود عند التسجيل وهو موجود عند التسجيل فمن يبقى نبدل شرايط نبدل شرايط. وإدا إذا شي مرة سمعتي سي دي تبعك لحبيبك وما عجبه شو بتعملي؟ طبعا هيدا رأيه أنا بحترمه وقت اللي بيحبه هو حر شو بغصبه إنه يحب الشريط بس بتمنى إنه يسمعه مرة واثنين وثلاثة تيشوف أكيد أنا في شيء متعذبة فيه سنة ونص أكيد ما حيكون في شيء مو معقولة يعني نوي إنه ما يكون في ولا أغنية حلوة بيكون هو قليل ذوق. طيب خالد
خالد اذا صار معك زيت الحادثه وسمعت السي دي للبنت اللي بتحبها وما عجبها السي دي، شو بتكون رديت فعلك؟ بس ما تقلنا زيت الجواب، ما برضى فيه انا انه هي بلا ذوق. ما بعتقد، بتصور انه دائما الشاب سلس اكثر بالمعامله مع الفتيات. يا حرام مزبوط، والناس كلها بتشهد على الشيء اصلا انه بيني وبين سرين انا قديش هيك لطيف معه، وهي دائما يلا يلا دائما الشاب الطف. اوكي خالد فيك تجاوب. مش عارف هغني لها يعني اغنيه اغنيه، همسك العود واغني لها اغنيه اغنيه، احاول اقنعها يعني، ابص في عينيها واسبل لها وعارف احاول اعمل اي حاجه تبتزها يعني ابتزاز شويه، اخليها تنسى اللي هي سامعاه وتركز في اللي هي شايفاه. ايه لانه لما هي بتشوفه بدها تنسى اللي كانت عم تسمعه، عرفت؟ خد بقى ليك الغزل ماشي الحال. بدي اسال عن مشاريعكم سوا، في شيء مشاريع سوا انت وياها هلا؟ طبعا في اغنيه دويتو عاملينها هنغنيها ان شاء الله النهارده، اكيد هنسمعها مع بعض، هي من كلمات استاذ عوض بدوي ولحن عزيز الشافعي، لحن مصري خفيف. انا لما سمعته بصراحه يعني دخل في قلبي قوي، فطبعا اول ما قعدنا كمان انا حضيف الشغل على خالد انه في ديو كمان عم يتعمل باللهجه الخليجيه هي للشيخ صباح ناصر الصباح من الكويت، اللي انا بوجه له طبعا اكيد تحيه كثير كبيره، هو موجود حاليا في بيروت. كمان عم يجهز أغنية، هيدا مش أول تعاون بيني وبينه طبعا، هيدا تاني أغنية، وفي بالشريط اللي جاي القادم كمان، وفي شيء بدك تحكي في إن شاء الله تور كمان في أمريكا إن شاء الله هنروح أنا وهو. هيدا اللي نظم التور أستاذ رامي كسيري موجود معنا النهارده. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيكم ومساء الخير على الجميع، تحياتي لهويدا ولحبيب قلبي خالد. طبعا حضرتكم كثير محبوبين عنا انتم بامريكا، وطبعا هلا خالد صار يطلع اكثر على الفضائيات اللي عنا، وهويدا ما في غنى عن التعريف يعني، موجوده على التوب 20 اول ذا تايم. فهلا حبيت اجي. يا حبيب. الله يخليكي. فهلا حابين نعمل شيء مشترك معهم، وان شاء الله هالسنه يكون في تور ناجح. ان شاء الله نتمنى التوفيق. هلا علي السار هو يعني هلا بصمنا لك وانت بصمتنا، لازم تعلي السار، اذا ما عزلتنا السار نعمل مشكله. ايه هلا السار بدكم تقدروا تفصلوا بعضكم على الهواء. ما في خالد، بتعرف اللهجه السوريه؟ بتعرف تحكيها؟ لا لازم تجاوب باللهجه السوريه مش بالمصري. لا هي ما طلبتش مني اتكلم بالسوريه، طلبت سالتني تعرف دبلوماسي. بكفي لك السؤال. اوكي. لا بتعرف كمان اللهجه اللبنانيه؟ اكيد طبعا. بدي تقول لي زيت الجمله باللهجه السوريه واللهجه اللبنانيه. لا شوف هلا دبلوماسيتك ما بتوديك. يا ساتر يا رب. طيب ايه الجمله اللي انت عايزاني اقولها بالضبط؟ انت اختار الجمله اللي عايزها. مثلا انا رح اعطيك مرحبا هويدا كيفك اليوم، قلنا اياها باللبناني وبالسوري. مرحبا هويدا كيفك اليوم بالسوري؟ انا بالضبط بالسوري. مرحبا هويدا كيفي، اي شلوني. شلونك هويدا؟ انه انت كنت عم تجرب انه تلحنها شوي زياده انه خلص صارت. ازيك يا خالد؟ ازاي اخبارك؟ يا عامل ايه؟ العيال ازيهم؟ ايه منيح. امهم عم يسلموا عليكي. طيب شكرا. في شي مره عملت فيك مقلب هويدا؟ مقلب؟ عملت فيها مقلب انت قبل كده؟ هلا كلمته على اساس اني انا معجبه. بالضبط. هيدا قبل ما تعرفي عليه المقلب منيح. الطريقه منيحه. صدقت لا بعدين المشكله انا كنت قاعد في سوريا ومحدش يعرف رقم تليفوني في المكان اللي انا فيه. ف لقيت واحد بتكلمهم في البيت اللي انا فيه، فعايز الفنان خالد سليم بيديني التليفون ده، استاذ كريم كنت قاعد، كان استاذ كريم كباره هو اللي كان مستضيفني، بيديني التليفون بيقول لي اتفضل. تليفون على شانك. اه بالظبط. فبيقول لي ايه المعجبات جم من مصر يعني زادوا من مصر بقوا موجودين في سوريا كمان. فمسكت التليفون بتكلم، لقيت لك واحده بتتغنى. صدقت نفسي بقى ودخلت في مواضيع في الاخر عرفت انها عادي. يحكي تعرف المطربين والفنانين شو بيحكوا على التليفون يا عمي. يعني مرقت عليه وعملتيها فيه مره. ماشي ماشي الحال. خبرينا شوي عن اقامتك بلبنان، بتجي دائما لهون ووين ما طرح بتحب تروح؟ طبعا انا
يعني لك انا مو من النوع اللي كثير بمسح جوخ، انا من اول حلقه الكل حاسس اني انا عم بحكي عن جد اللي صار معي من غير لف ودوران ودغري، يعني لا ما بعرف اكذب. يعني انا لبنان، يعني لما كنت صغيره كنت اتفرج على محطات يعني توصل لعنا، فشوف المطربين عم يغنوا قول يا الله هدول الجماعه، يعني انه شو بحبوا ينبسطوا وفي حرب وفي يعني مقهورين، انه بس بيعرفوا كيف يكيفوا حالهم، بيعرفوا كيف ينبسطوا، نحن قاعدين من يعني قاعدين يعني على دراستنا وهي وكوضعنا كالمادي، يعني ما مثلا ما بنقدر نروح نسهر يعني مثل الناس الثانيين. فوقت اللي كبرت وبلشت غني وفتت على لبنان لقيت الناس اللي بيحبوني وبلشت هويدا تكبر بلبنان، حسيت انه انا كنت احلم فيه من قبل، يعني عن جد انا موجوده فيه حاليا، وبعتقد انه لبنان وسوريا واحد ان شاء الله يا رب دائما، وما بيقدر حدا يفرقنا عن بعض. وهويدا دائما حضل يعني البنت الوفيه للبنان ولسوريا، واقامتي بشكل دائم، يعني انا بساعتين ما تشوفوني الا صرتوا. ايه من اللاذقية لعنا هون ما في شيء، بدك شيء نص ساعة ساعة يمكن. لا من اللاذقية لعنا في ثلاث ساعات. قصدي على طرابلس أول ما توصلي أصلاً على حدود لبنان يعني. ايه وعلى فكرة أنا من النوع اللي ليك على الحدود أنا وجاية من الشام، يعني أبداً يعني كلهم صاروا بيعرفوني هلا، صاروا بيسألوني إمتى برايحة إمتى جاية، يعني ما في مشاكل ما في اشكالات ابدا. حتى شريتك الجايه هينزل امتى؟ شريتك اللي فات ايه يعني حتى بالمطار يعني هلا، يعني مثلا وقت مثلا حتى وقت بنزل انا بنزل مثلا بالنهار ما بحط ميك اب، بنزل بتياب جينز وهي عادي، فبشوف الناس بيوقفوا بيسلموا علي انا بنبسط، يعني انا بكون سعيده جواتي انه الحمد لله انه الفضائيات اللبنانيه والقنوات اللبنانيه قدرت والاذاعات حتى اللبنانيه قدرت توصل هويدا للجمهور اللبناني، لانه انا بالخليج الحمد لله صار اسمي معروف بسوريا بلبنان برا، بس لبنان كان صعب كتير علي اني انا فوت، وقدرت الحمد لله اني انا فوت مش بذكاء لا بطيبة قلب وبذكاء كمان. هويدا انت الفتاة الصغيرة بالبيت ومدللة كتير، هل هالشي خلى الطفلة الصغيرة اللي فيكي ما تكبر؟ ليكي انا ما عشت طفولتي، انا الكل بيعرفوا هالموضوع، انا ما عشت طفولتي اصلا، انا بلشت اشتغل كان عندي تقريبا 14 سنه او اقل، فلحد هلا يعني بتشوفي كثير من تصرفاتي مثل الولد الصغير، ببكي يعني اي شيء ممكن يبكيني، اي شيء ممكن يزعلني اخذ بخاطري عليه، بحاول اكبر بس ما بقدر، يعني بتصرف مثل هذا الصغار تماما، يعني بطريقه اكلي بضحكتي بقعدتي وقت اللي بغني حتى بلبسي، يعني حتى هلا وقت بحطوا لي مثلا استاذ احمد قبيسي حط لي ميك اب له حاول خفف لي المكياج، يعني بصير احيانا كثير بحن على طفولتي اكثر ما هلا. لكن خالد وهويدا رح نسمع منكم هلا اغنيه الله واحد. Thank you.
تشتاقي ليها وتخلي قلبك مرة يميل ويحس بيها سايق عليك نجوم الليل تشتاقي ليا وتخلي قلبك مرة يميل ويحس بيا الله اللي عالم حالي الله الله يا الله 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 شاهد عليك يا الله كنت فيه كان دوبي فيا الله 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 شاهد كنت فيك يدوب فيا ما شفتش بعدك وعيونك وحشاني كلامك وغرامك عنواني ما عشقتش بعدك وعيونك وحشاني وبحب كلامك وغرامك عنواني مكتوب لإني أحب وأدوب ومكتوباني تكون عينيك قدر مكتوب على قلب خالي مكتوب لإني أحب وأدوب ومكتوباني تكون عينيك قدر مكتوب على قلب خالي الله اللي عالم حالي الله 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 شايف حالي دبت فيك يدوبي فيا الحب قالوا وانا اعمل ايه انا كنت في حالي وانا كان في خيالي تخطر على بالي اصل بيه الله 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 شاهد عالي كنت فيك يدوب فيا الله 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 شكرا رح نستضيف هلا ضيفة الشرف الثاني ببرنامج يا عمري حياة اسبر روح حدك اهلا وسهلا فيكي ببرنامج عمري حضرتك صاحبه مع هويدا من كم سنه كتار كتار ايه شو اللي جمعكن شو اللي خلى هالصداقه تنبنى اهم شيء يمكن هي فيها شيء مميز كتير بس بعتبر انه اهم شيء هو ايماني الكبير بصوتها يمكن أنا بعد ما تعرفت عليها ما عاد لفت لي نظر أي صوت تاني أبداً بس ما قلتي لي قديس هي منا صداقة طفولة مثل ما بفهم من حديثك لا بس يمكن فيها عمق أكبر بكتير يعني تصوري أنه حياة لأي مرحلة أنا واصلة أنا وياها لمرحلة أنه يعني لما الأم طفلة مثلا بتتركه بيبكي بتحس أنه طفلة عم يبكي وهي بعيدة يعني قلبها بيلهف عليها حياة نفس الشيء وقت تكون انا متضايقه وزعلانه بتتصل فيه بتقلي انت كنت امبارحه حالك شيء فيك شيء مثلا مره انا كنت مره بقصه يعني فاتصلت فيها قلت لها عم ابكي قلت لها هيك 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 انا صاير معي فعملت لي اغنيه اسمها مخطوف اللي هي نزلت بكاسيتي هيدا رجعت بعد فتره عم بتصل فيها كنت بدبي قلت لها انا هيك هيك صار معي فكتبت لي اغنيه اسمها خاين بتقول والله ما اسميك خاين ولو يكذبني يميني لا ضعف بدموعي باين لا ندم ينزف حنيني بعد ما ذكرنا انه فتح الشعريه اي هذا كان بسياق الحديث رح ينذكر فنحن بنعرف بعض تقريبا من 96 من اول ما بلشت ب حتى قبل ما بلش نعرف بسوريا كنت عم غني بميريديان الشام وكنت نايمه وفي تليفون اجاني
فطلعت هي. انا من النوع اللي ما كثير برد على التليفون الا شوي. يعني بتستوحي الشعر والكلمات من وراء حالتها النفسيه؟ ايه مع هي ايه، اما مع شخص ثاني لا. لانه انا يعني عندي ايمان انه، او بالاحرى شعري بينتمي للمذهب الابداعي يعني الايحاء، فولا مره بحس انه في حاله معينه ممكن تشدني الا هو اذا هيدي كسرت القاعده. طيب شو هلا حكيت لنا عن الشعر اللي بتكتبي لي، بدي اعرف شو المواقف المضحكه صارت بيناتكم. كثير. ايه خبرينا شيء منه. اهم شيء انه بتكذب بالمواعيد كثير. ولهيك ما ايه بنعرفها. بتعرفها. اكتشفناها الليله شوي. شيء غير هيك شيء بضحك. يعني بيخطر على بالها اكلات بتطلب انه حضر لها اياهم وبينكبوا بعدين وهي ما بتجي. كنافه، جبن. طب هلا اذا بدك تعطي غنيه لخالد شو بتكتبي له؟ اذا بتاخذي من الحاله النفسيه تبع الانسان بتكتبي. ولا شيء. ما بتعطي غنيه لخالد؟ يعني ما بدي اكذب عليك بس انا يمكن هويدا لانه خالد رد قال لك شي كلمه. ما قلت لك ما بتعطيك. لا دي حاجه انا بحترمها فيها طبعا يعني. صاحبتك صريحه كثير مثلك. اي مش صاحبتي، هي اختي، انا عندي اخت وهي الثانيه. طب اختك الثانيه صريحه كثير مثلك. اي طيب بدي اسالك طبعاً. اذا بتعمليها كاختك يعني كل احاسيسك بتخبريها اياها، وحتى اذا كنت معصبه ممكن انك تضربيها لها مثل ما ضربت غيرها؟ لا انا ما بضرب، بس احيانا بس بكون عم تحكي معي على التليفون بتقلها، بكون انا مشغوله وهيك يعني مروشه عامله لحالي، حياه سكري لك بس لحكي لك الا يا عمي سكري من التليفون هلا برجع بحكيك شوي تاني، لك تقول لي بس لا احكيكي الله كلمه لك بس لا خلص خلص، وبتروح بقى شو انه على اساس بعد شي 10 دقائق احكيها بتروح بشي ساعه. بس هيدي بسيطة إذا بس هالقد بتقولي لا أنا بدي أسألها لإلها لا إذا لا إذا ما بس هالقد ما بتسترجي بعدين بيكون في عندها شي حفلة وما في مين يكتب لها ما في. يعني هيدا شانتاج ممكن تقبلوه. لقيتي بخالد سوري لقيتي بخالد قبل بمرة؟ لا أنا هي أول يوم بتعرف عليه، يمكن سمعت عنه لما عرفت إنه بدهم يغنوا أغنية سوا. بس لا هي أول مرة بتعرف عليه هون. خالد كنت بدك تقول لهم بتقبلوني أخ ليكم أنتوا الاثنين عشان عم تكبر العائلة كبيرة يعني. ايه ليش لا ليش لا ليش ما بنقبلك اخ؟ اهلا وسهلا لو بنقبلك اخ. لا عشان ما كنت اكيد عشان موجود تكتب لي حاجة يعني. ما بعتقد هالكلمة من قلبي. قصدي اخ ما كثير. عم بتقوليها هيك وعم بتغمزي بعيونك. انا غمزتك حالها وانا اجيت صوتك كثير. حياة خبرينا شوي عن الجو الثقافي بالناس الاشخاص يلي من جيلك بسوريا. يعني هو بشكل عام المجتمع السوري ومن زمان يمكن من فترة الخمسينات وقبل مجتمع مثقف بيهتم بالعلم بيهتم بالثقافة، عنده تراث عنده عراقة وأصالة. ف يعني أنا كطالبة جامعية بشوف معظم أبناء جيلي متواجدين بالجامعات، يعني نسبة ضئيلة جدا ممكن انه تكون ما عم تكمل دراستها، والا بشكل عام كثير مستواهم الثقافي عالي. طيب اعطيتي شي مرة اغاني غير لهويدا؟ لا. وما بتعطي؟ يمكن اعطيت ما كنت اجتمعت معها بس ما نزل منهم شي، بس بعد ما اعطيتها ما اعطيت لحدا. طيب شو سبب هالقد هالارتباط اللي كثير بحسه بالنسبة لإلك انه ما بتعطي الا هي؟ ايه حلك شغلة بس انا بعتذر. انا بتمنى الاقي رجال والله العظيم اقسم بالله العظيم اني انا عم بحكيها من كل قلبي، بتمنى الاقي رجال يحبني قد ما هي بتحبني وانا لحتى اترك الدنيا كلها كرماله بس. نحن بنتمنى لك. رح اقطعك بس رح نكفي حديثنا مع ضيف الشرف الثالث الاستاذ رامي حداد. رامي اهلا وسهلا فيك بعمري. اهلا بكم صباح الخير. حضرتك دكتور؟ انا طبيب بعمل طب عام، بعدين على اساس اختص وبعدين شوي مشيت بالموسيقى وكفيت. واعتزلت الطب؟ يعني تقريبا صفى هو الهوايه والفن الغنى والعزف وصفى اكثر اخذ وقتي اكثر يعني. فيك تخبرنا كيف تمت المعرفه بينك وبين هويدا؟ انا كنت عم غني بلادية بالمرديان، ف
عندي فكرة الدويتو بتحبها كتير أنا. فناس أصدقائي قالوا لي في صبية كتير صوتها حلو وهيك طالعة جديد وعندها قوة صوت وعندها يعني ميزات حلوة كتير. فتقابلت أنا وياها وفعلا سمعت أنا يعني وقت قعدنا دردشنا سوا وغنت فعلا حسيت إنه عندها كتير شي حلو. طبعا بداية وبعدين حسيت في عندها بينها وبين نفسها بنظرتي إلها هي وعم تغني وجرب أول لحظات إنه عندها طموح يعني أو عندها في خطة براسها أو في شيء مخطط معين راح تسوي تمشي فيه. عندك حضرتك أغاني لإلك خاصة ولا بتغني لمطربين تانيين؟ والله أنا عندي أغنية هلا عن جديد يعني بعد ما شفت هويدا. طبعا هويدا شجعتني كثير يعني مثل ما بيقولوا يعني بلشت بالطريق قبلها أنا بس هي دخلت ما شاء الله يعني كثير. فهالفترة الأخيرة إنه سويت غنية خاصة أولى إلي الحال الفنان مازن أيوبي اسمها ألولا ألولا عني ألولا ألولا وعوا الله يكون معه ليلو أضع عنده حس بدفى زندة قطف ورد خدة وعدة ودع. معلش لو طولت حكي. في حادثة صارت بينك وبين هويدا وقت اللي كنتوا عم تغنوا بالمريديان، خبرنا يا حادثة طريفة بلشت عم تعزف أنت غنية. مضبوط أنا خبرت بدي وصلت لك خبرية إنه عن جد عم ما بعرف يمكن يومتها كان في شيء يعني عم تفكر فيه هي كانت أو شيء فعم بدخل بغنية بصراحة ما بتذكر شو هي بس عم بعزف الغنية بعدين دخلت بكلام غنية ثانية. فهيدي تفاجأت انا فيها طلعت هويدا شوفي يعني وطيت راسي لتحت يعني خجلت الجمهور انا رفعت راسي طلعت مشت هويدا هويدا صفت يا صفت برات ستيج ورجعت ضلت يومين ما تغني من خجلها او من هيك. شو كانت الغنية هويدا بوقتها؟ كانت اغنية لأصالة. طيب هويدا رجع صار بس كلام الله لا يوري. رجع صار معك شي حادثة من هالنوع من بعدها؟ تفوتي على موسيقى بغنية تاني؟ يعني قلت كلام تاني؟ لا بس كانت هاي المرة الوحيدة اللي قلت. خالد هذه هي هذه هي. خالد بسألك عادة سفرتك بتكون سفرة شغل ولا دايما بتروح بتتسلى بتسافر للسياحة؟ والله لغاية قبل ما ينزل الشريط أو أبتدي أهتم بالميوزك بقى أو بالغنى وكده قبل البروفيشناليتي يعني كنت بسافر وبنبسط وبروح اماكن وكده بعد الشريط بقى كله شغل. هلا صار كله شغل صح بقى كله شغل طبعا. طب حياتها هلا اذا طلبوا منك هويدا وخالد تعملين الغنيه سوا بتنطري ليصير في شيء حاله نفسيه معينه ولا بتكتبين من وحده هلا؟ لا هلا انا بكتب عاده بالايحاء سبق وحكيت بس اذا طلبت بشغل الخيال. رح اقول لك شيء هلا الحال كثير مناسبه لا تقدري تالفي اغنيه. لا انا هلا بدي حيي هويدا بشيء فيك تستحي من هويدا حبيت اني فاجئها فيه شعر بدي اقول لها صوتك هويدا بالمدى غرقان يطهر جرح كل روح من همي يحرك فؤادي بالهوى امي تصار طفل بالامس خلقاني غني لك قبل ما يقول يا امي. حلو رح نتوقف مشاهدينا لحظات مع الإعلان وبنرجع مع يا عمري. يا عمري بعد متابع معكم مع ضيفتنا هويدا وفي خالد وحياة ورامي. هلا بدنا نشوف قديش عندكم جرأة انكم تقولوا الحقيقة وقديش عندكم جرأة انكم تعملوا الاشياء بكم تطلبوها من بعضكم. لكن هلا في أنينة قدامك بدنا نطلب منك انك بلش تبرميها بدك ما بدنا غنجي اليوم فيه وما فيه بدي اعمل ما بدي اعمل اللي بتقلكم اياه او اللي بتقولها هي مجبورة تعمله. مزبوط نسرين؟ مزبوط الحقيقة كل الحقيقة وماشي الا حقيقة الجرأة كل الجرأة وماشي الا تفضلي لأني نقلك ايه اولي برمية بس فيك تبرمية بإيد وتمسك الميكرو بإيد هيك مندنا نسمعك شو عم تقولي. ايه ما تخافي ما رح تفقع. اوكي رامي لعند رامي. رامي السؤال لك بدك تسأل هويدا بدك الجرأة ولا الحقيقة منه منقول الجرأة جرأة. اوكي جرأة.
يلا شو بدك منها؟ انا بصراحه بدي انا بحكي شغله بقولها انه بحب كتير كتير هويدا وقت اللي بتكون سهرانه عندي وعم تدبك دبكه. حلو دبكتها كتير حلوه. طيب الله الله بدنا اياها تدبك يعني. يلا شباب قوموا. ايه بس انا تفضلي. ايه بس بدي حدا يدبك معي انه مع شباب. وينكم خالد؟ خالد خالد لحظه لحظه. انا بدبك بالمصري. ادبك ادبك باللغه اللي بدك اياها. بس هويدا خالد بدبك معك؟ ما بعرفش. خلص صار في شخصين من الجمهور رح يدبكوا معك. طيب اوكي يلا. طيب لمشاركة الجمهور بالدبكة. انسجموا الشباب ما بدهم يوقفوا. بس انا خالد زعلان منك ما دبكت معهم. انا بقول لك ما انا لو حدك حدك بالمصري يعني هدوس على رجليهم كلهم يا خيي. ادبك حبوظ الدنيا ببلاش. هو ايه ده الامين اللي عليك بعد ما تفضلي. يلا فاجأتني مو شدي شوي. قال في مرة واحد داس على رجل ضفدع فعصى قال لها فاجأتك مو بز عيون اللي بدها. تفضلي لقلك. انا بدي اسال. ايه عندك ثلاث بدوفل معك تختاري حدا وبتسالي اذا بده حقيقه او جرى. فيك تردي له اياها لرامي دغري. رامي قوم افحصوا للشرب الحبيبي يلا. لحظه لحظه شو اللي حاصل؟ عم نحكي بالفن هلا ولا ندخل قوم ما رح اقول لك نسرين مشان ما ينقهر شربك. قوم لعنده. ليك تحصلي نبضي اذا شيء ماكسيموم. اترك الميكروفون. ايه مزبوط هيك بحطوا ايدهم. شو؟ عم يدق قلبي كثير؟ والله عندك حالة حب هيك قاتلة. قاتولية لازم. هيدي كلها من الدقرة؟ هي دغري من المسكة بتعرفها؟ هيدي حسب يعني هلا فحصوا صدره هيك بطنه. دخيلك افحصلي نبض نسرين. اكتشفت البارود هلا انت بهالخبرية. لما تفحصله نبضه ونسرين جنبه ف انا خليني حاجه لهون. طب ليه معلم ما بدي هيك خالد قوم افحصي نبضه لقلو لشوف. خالد لهون عم يضرب نبضه لعندي. خالد لعندي عم حس النبض وصير لعندي لهون. عنده حاله شو احباط او حب كمان؟ لا والله عنده حاله نشوه كثير كثير حلوه. طيب نكتفي بهالقد من الفحص. بكفي هالقد؟ انت اللي طلبتي منه بكفي؟ ايه. طيب حرام هلا نقول نخليه يجيب العده ما معقول. تفضلي بس قوي ايدك شوي. ايه 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 شربل. لا انا ما مش داخلين باللعبه. انا ونسرين مش داخلين باللعبه. كمان انت مره ثانيه. كمان لعندك. بدي اسال حدا. حياه بدها تقلنا شعر عن شربل ونسرين. تفضلي. نسرين لما يكون شربل بحده أقلام الصحافي سحرها بيبري وشمس الخيال بتشرق بشعري وتسكن بصوت هويدا لو بدها نوصف سوا نجمين يا عمري. الله الله الله. هيدا ارتجال ولا محضرة؟ هاي ارتجلتيها هلا؟ وراء الكواليس. تفضلي. شكرا. ايه مو على عيني. مو على عيني. خالد. خالد. يلا. ما تسأل هو إذا الحقيقة أو الجرأة. حقيقة ولا جرأة بقى؟ جرأة.
يعني لو كان في هلا عود عنا كنا خلينا خالد. انا ما ادري حكيت سالته حقيقه يعني خلينا يعزف. بس حم... نسرين شو قصدها؟ لك غيرت الموضوع هويدا. نسرين لمحل كان سالته حقيقه. انا ونسرين فهمنا شو قصدها. انا مطرحك بسالها الحقيقه. حبيبتي انا شلونك انت اليوم؟ مشتاقين لك والله. انا مرتاحه بوجودك هويدا. يلا خالد مغني لنا شيء ما بعرف. لحظه هو بده يسال. لا هو بده يسال. شو عم تعمل؟ لازم اسال مش انا لازم اسال. لا لا هو مو انت قلتي لي قول الحقيقه يلا. بدك تطلب منها الحقيقه ولا جرأة؟ يلا ما راح طلع فيك. طيب انا سمعت في اول المقابله ان انت بتقولي بتعشقي ويتني هيوستن وبتحبيها جدا ممكن اسمع حاجه لويتني هيوستن؟ Always love you. ايه اي always love you. لك عليا غني سأله. شوف انا يعني حافظه شوي من مش مشكله تذكر رامي وقت حفظنا الغنيه وفيك تطلع من بدك اياه وتغنيها يعني كمان. If I should stay, I think of you every step of your way. Just خلاص. خلاص. هاي بتذكر من غنية. And I know we'll always love you. My darling you. بتعيد فيها هي بتعيد I will always love you. بس في بعد أهم شيء تقولي my darling you ما قلتيها وتطلعي بحدا. My love. My love. هو هيدا القنينة لإلي؟ القنينة كلها لإلي. تشربي فيها للصبح. لإلك. عندك. اسألي حدا. قوم. قوم. قوم عليك. طيب اسأليه أول بده الحقيقة ولا الجرأة دغري قوم؟ بدنا يكون جريء ويقوم يغني لنا شيء. جرأة مثل ما هو خلاني يغني لويتني هيوستن ويعني انا عن جد يعني كنت انت سمعتني انا بعشقها يعني عشق مش طبيعي. قوم انت غني شيء شغله كمان هيك تركي ولا اسباني ولا اي شيء. ايه هون بدنا نلفت نظر الناس انه بيغني بعدة لغات وبيتقن كذا شغله. انا هلا هي اول مره هلا بنشوف براعته. طيب تركي ولا يعني تركي 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 ليك ليك بنصحك بالتركي لان ما حدا بيعرف اللغه فيك تغلبط قد ما بدك يعني. göz yaşlarım İstanbul kokar benim avlar dururum İnan sensiz niye bir an bile düşündün nerdeyim ben sensiz şimdi ah ya belerdeyim yine saçlen durur gecenin küründen ben sensiz şimdi Nasıl yaşarım? Dön gel neredesin? Çürür inan seni içim. Son gecede kal benimle nuru gitme. Dön gel neredesin? Çürür inan seni içim. Son gecede kal benimle nuru gitme. Gözünü gülmeyi unuttum. Ben İspanyol. Thank you. أنا بدي أفهم شو آخر كلمة قلتها؟ هلا شو غنيت؟ هون السؤال. لا شو آخر كلمة قلتها؟ يعني تفسير حرفي لكل لكل كلمة صعب يعني. إنه يعني المعنى هذا غرام. المعنى بقى طبعًا قعدت مع ناس يفهموني اللي أنا بغنيه ده إيه يعني يمكن بكون بشتم حد مثلًا أنا مش واخد بالي فقلت أعرف إيه اللي أنا بقوله. المفروض حبيبته هجرت من إسطنبول وراحت عاشت مكان تاني بعدت عنه يعني.
فهو بكل ما بيشم ريحه زهور اسطنبول في وقت الربيع بيفتكرها وبيعيط. تذكرت كل ما بيشم ريحه عطريه الله الله بيفتكرها وبيبكي وبيقول لها ارجعي لي تاني. لا ريحه البرف يعني انا حلو. انت كل ما تشم زهور اللدقيه شو بتتذكري؟ لا انا كل في زهره معينه او ورد معين انا بحبه. لكل انسان في شغلات معينه بيحبها، الوان او شغلات معينه. انا بحب الورد الجوري الاحمر، فاللي انا كثير بحبه واللي كثير بعزه واللي بكون كثير له قيمه عندي فانا بعت له ورد احمر. في قبل ما نرجع نكفي اللعبه فيك تغني لنا بالاسبانيولي؟ اسبانيولي لا اسبانيولي لا ما حصلش. فاذا بنبرم نرجع القنينه. تفضلي. حياة. عندك حياة. شو بدك تسألي، حقيقة أو جرأة؟ لا، لأنه هي ما عندها شيء مخبى، مثل الزهر من جوا سحر ومن برا عطر، فبدي أسألها جرأة. يعني جايبي معك حدا الليلة كل الليلة يمدحك كل الوقت، عرفتي مين جيبي عفاكي؟ يلا جرأة. جرأة. أنا بدي أعطيكي موان أنت ما شفتي مانك سامعتي وبدك تفرجينا جرأتك تفهمي وتغني دغري على حالك. يعني هي عم تقرا. اي بياتي استاذ ايمن، بس اذا بدك تفسير معلش يعني مسموح. نعم. طيب بنسمع الكلمات قبل لانه حتى حضروا حاله. خليني اغنيها فورا. انا على فكره والله هي اول مره بشوفها، ما شفتها منها. لا انا بعرف ما اتفقنا انا وياها عليك قبل ما تجي. يا ميجا انا وياها، يا ميجا انا لك الله كريم يصير بيك عمنا. بنشكرك لانك سالتيها هالسؤال، خليتيها تغني لنا الاغنيه. الله يسلمك. انا والله العظيمه اول مره بشوفها. طيب تفضلي كمان. مش اول مره بشوف القنينه، اول مره بشوف. خالد عندك. شو خالد؟ طيب جرأة. شو؟ طيب حافظة مشهد مثلا ممكن تمثليه قدامنا؟ ما
مثلا هذا مشهد سنة بتوجعني. اي لا لا حافظه لا انت اوكي. من مطرحك لا دقيقه. في مشهد جميل وهنا انا كثير بحب المشهد هذا، فلما بتقول له هنا جميل 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 علينا جميل يا ولد بس انا بدي انا هالمره بدي نحن دائما بنكسر القعده انا ونسرين هون، بدي اطلب منك انا تغني لي مقطع من اغنيه فيروز بحبك يا لبنان. هذا طلب اوكي. انا بعرف انه هذه الغنية كنت تغنيها بالكورال بالمدرسه. كنت غنيها كنت بصف السابع بالاعدادي، كنت غني الاغنيه كثير، يعني من احلى الاغاني اللي انا كنت غنيها. طيب خلي لي عينك انت، خلي لي اياك، صار لك زمان قاعد ورا. تفضل. شلونك اليوم؟ بحبك يا لبنان يا وطني، بحبك بشمالك بجنوبك بسهلك، بحبك بحبك يا لبنان يا وطني، بشمالك بجنوبك بسهلك، بحبك تسأل شو بني وشو اللي ما بني، تسأل شو بني وشو اللي ما بني، حبك يا لبنان يا وطني. سألوني شو صار ببلد العين، مزروع عباد نار وبواريك، سألوني شو صار ببلد العين، مزروع عباد نار وبواريك، قلتلن بلدنا عم يخلق جديد، جولان الكرام والشعب العريق. كيف ما كنت بحبك مجنونة بحبك، كيف ما كنت بحبك يا لبنان يا وطني. العافيه، ميرسي كثير. خالد، بما انه طلبنا من هويدا تغني لنا غنيه وغنتها، هلا نسرين وانا حابين نكسر القعده مره ثانيه، بطلب منك تغني اغنيه عالم ثاني، في مجال؟ طبعا حبيبي، تكرم عينك وعين نسرين. الاغنيه هي اغنيه كلمات سمير زكي ولحن خالد عادل، وزعها طارق حسيب، كلنا مجموعه شباب جديده طلعنا مع بعض. ومنين انت جاي؟
بيعرف ازاي يخطف ويدوب عشقين وجوا عيونك سحر يخوف مش زي التانيين لا 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 سحر بيعرف ازاي يخطف ويدوب عشقين شافك قلبي نوالك اعرف سر جمالك شافك قلبي نوالك اعرف سر جمالك أكيد من عالم تاني من عالم تاني أنت أكيد من عالم تاني من عالم تاني أنت أكيد من عالم تاني من عالم تاني ملوش أثر ياللي ملكت القلب بنظرة واخداني فين ياللي عيونك جت وخدتني معرف جتلي منين ياللي ملكت القلب بنظرة واخد قلبي لفين قلبي نوالك اعرف سر جمالك ايوه انا قلبي نوالك اعرف سر نرجع مع يا عمري مع ضيفتنا هويدا. هويدا اذا انطلب منك تمثلي بمسرحيه وكان عندك انك تختاري بين ثلاث ادوار دور الام او الحبيبه او الثائره اي دور تختاري؟ يعني افضل شيء يكون الحبيبه يعني ما يعني لسه ما صرت ام لحتى انا احس بهالمشاعر هيدي يعني وسائره ما يعني انا صحيح قويه بس ما خرج انه كثير انا اذا بشوف دم بقلب بارضي ما خرج دور الحبيبه احسن شيء الواضح من شخصيتك انك بتحب كثير المرح هل فكرتي شي مره تمثلي فيلم كوميدي يعني اقول لك في مره انطرح علي فيلم بس مع طبعا مع فنان معروف مش ضروري نقول هلا مين لانه بس ما يعني اذا بدي مثل بحس حالي انه انا بعدت عن الطرب والفن اللي انا اصلا انا فيهم وبحس انه ممكن ضيع فخليني بالشيء اللي انا فيه من الاول احسن واحد بطيخه مش عم يقدر يحملها نعم طب كيف تحلم يكون بيتك لما تشتري بيت لإلك وبس
أول شيء غرفتي تكون كبيرة، ما رح أقول لك بيضة لأنه أنا بحب الخشب الزان، بس بحب يكون كل لعبي، أنا عندي لعب كتير. يعني هلأ لو بتشوفوا قدي عندي بالشرايط الفيديو مصورة غرفتي، قدي عندي لعب، عندي 2 باربي قدي بطولي، وطبعا كل اللي بيحبوني بيعرفوا أنا بحب الألعاب وهي، فبيجيبولي. بحب يكون في ألعاب، بحب يكون في عندي تلفزيون وفيديو وساتلايت هيك لحالي، انه انا اقعد فقس فيهم لحالي اتفرج هيك. انا بعرفهم بتسافري بتجيبي معك اشياء من كل بلدين بتروح عليها كرمال تحطيها ببيتك. بحب اي بلد بروح بجيب تذكار معي، يعني شغلات اثريه. اخر زياره كانت كنت بعمان، جبت معي تمثال يعني بنت هنديه بس كلها مشغوله بالخشب وبالاحجار الكريمه، وكنت بتونس كمان فاخذونا زرنا بتونس الجبل وهي الحمامات، فاشتريت أقنعة كمان خشبية وشغلات تماثيل. يعني أنا كتير من النوع اللي بحب التماثيل، يعني حتى أحد الأشخاص اللي أنا بتذكرهم قال لي شو بتحبي جيب لك هدية، قلت له أنا بحب الشغلات التذكارية، فرايح جيب لي ليرة رومانية قديمة لساها مثل ما هي، عمل ليها سوارة وهداني هي. هويدا قبل ما نسمع آخر أغنية لأليك رح أعطي لمحة سريعة عن حياتك. هويدا يوسف ولدت وربيت على شط اللاذقية بسوريا وانتمت لعائلة محافظة. قضت أيام المدرسة تحلم بالنجومية وبالغنى. قررت احتراف الفن بعمر 21 سنة وانتقلت على الشام، وكان أول نجاح مع أغنية مندم عليك للملحن جورج ماردوريسيان. ومن بعدها انطلقت هويدا لإنتاج عدة ألبومات باللهجات السورية اللبنانية الخليجية، نذكر منها دللني وناري. غنت هويدا بمعظم دول العالم وشاركت بمهرجانات التسوق بدبي، مهرجان المحبة بسوريا، ومهرجان الأغنية العربية بباريس، ومهرجان صلالة بعمان، وربحت جائزة ذهبية من مهرجان الأغنية في القاهرة على أغنية مندم عليك. شعبية هويدا صادرة من عفويتها وحيويتها، فهي مليئة بالمغامرة، ومن أول مشوارها الفني قدرت لليوم إثبات عزيمتها على النجاح. هويدا غير متزوجة، عندها 5 أخوة، ولليوم بتسافر مع أمها وإخواتها يلي ما فيها تعيش بدونهم. نسمع منك هلا أغنية زوالف. زوالف يا أبو سلوك سلفة يا عينيا، زوالف يا أبو سلوك سلفة يا عينيا، زوالف يا أبو سلوك سلفة يا عينيا، زوالف يا أبو سلوك سلفة يا عينيا. زوالف زوالف يا أبو سلوك Thank you.
هويدا مغرومة شي؟ مغرومة؟ يعني بتحبي تبني عائلة بالمستقبل؟ أكيد، أنا بحب الأطفال. مغرمة بالأطفال أنت؟ وبلحقهم يعني بكد وراهم بلعب معهم. بتحب يكون عندك ولاد؟ اي اكيد. قد ايه كم ولد؟ واحد بس، نص بس. واحد. اذا كان عندك بنت شو بتحب تسميها؟ يعني انا بحب الانجل، فانا بحب سميها يا انجل يا ملك. في ولاد معينين بعائلتك بتهتمي فيهم؟ طبعا انا عندي ولاد خيي كتار يعني، بس في بنت خيي صغيره اسمها يام، يعني هي الاقرب لإلي يعني. وقت اللي خلقت واتصلوا فيي قالوا لي ايديا واصابع ايديا ورجليا ووجهي يعني بتشبهك، وفعلا بعد ما كبرت صارت حتى وانا بعيده عنها هي متعلقه فيني. يعني انت بتحسيها كمان انت متقربه منها لانها بتشبهك، ولا قريبه منها لانه ربيتيها وعشتي معها اكثر؟ انا ما ربيتها يعني، انا ما كنت قريبه منها، بالعكس كنت كل الوقت بعيده عنها. يعني هي بتشوفني على التلفزيون يعني بتقعد بتقول لهم هاي عمته، تقعد تحفظ الاغاني يعني، بتصل فيهم بكون مسافره برجع بتقعد غني لي اغانيه كلها، وحتى اغاني المطربين الثانيين وقت اللي بنزل بقعد بصورها بالكاميرا شو عم تغني وشو عم تعمل. بس انا وكنت صغيره كنت كتير اشبهها يعني نسخه طبق الاصل. طيب هويدا، برنامج عمري حابه اهديكي هاللحظات الخاصه اللي قربك فيها من عائلتك. بدنا نستقبل هلا بنت خيك هيا اللي راح تغني لك غنيه. هيا تفضلي. قولي لهم مساء الخير. مساء الخير. كيفكم؟ طيب بدك تسمعينا غنية؟ دلل دلل دللني كتير بحب تغازلني، بعز الشمس بنص الليل بفرح لما تقابلني. دلل قولي يا غرامي ساقي من ايامي، قولي يا غرامي سألني من أيامي. دلع ناوي ناوي اللي ناوي نسيني زماني، من قلبي داويش علاني بحناني. قول شو بدك يا غالي، قولوا ولا تحيرني، قول حتى انسى حل ما تخاف تأخرني. منك سمعني حبيب، بقول لك منك سمعني حبيبي. دلع سلام سلام تونس، انا شك سلالي. سلام سلام سلالي تونس، انا شك سلالي. سلام 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 سلالي تونس، انا شك سلالي. سلام. ايوه اخر غنية كانت لهالبنت الزغطورة هيا، بنتشكرها لحضورها معنا بالحلقة. وانا بتشكركم كتير، بتشكر كل القائمين على البرنامج، انا كتير سعيدة يعني انتو هلا اعطيتوني دفع لإلي معنوي. بعتبر هالحلقة انه كتير مهمة بحياتي بمسيرتي الفنية. ان شاء الله يا رب اتمنى لكم التقدم والنجاح على طول، بتمنى لتلفزيون الفيوتشر كمان النجاح والاستمراريه، ويا رب هويدا تضل عند حسن ظن الجميع فيها، وان شاء الله يا رب شريط دللني ينال اعجاب الجميع. يدللك الشريط ان شاء الله. واتمنى كل المشاهدين يكونوا مضوا معنا اوقات ممتعه. سبحان. لكن لقائنا معكم هو الاسبوع القادم، انطرونا.